إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب وقضى بالذنب على آدم ثم برحمته علمه المتاب وأرسل الطوفان وكانت السفينة من العجاب ونجى الخليل إبراهيم من نار شديدة اللهاب وشدد على أيوب في بلواه حتى كله الظفر والناب فنادى مستغيثا في المولى فجاء الجواب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته ولا نجاة إلا في الإخلاص له. والله العظيم لا نجاة إلا في الإخلاص له ولا سعادة إلا في القرب منه. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك وزِد على رسول الله وآله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. بسم الله الرحمن الرحيم. The Shaykh started his speech by praising Allah subhanahu wa ta'ala and sent his blessing to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And he started by reminding us of a hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, everyone will enter paradise apart from those whom they refuse to go in. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. My entire ummah will enter heaven apart from those who they refuse to go to heaven, to enter heaven. هل تتخيل أن أناس يدعون إلى الجنة فيقولون لا نريد أن ندخل الجنة؟ Can you imagine that there are such people that they call them to enter heaven and they say no, we don't want to go to heaven? من هم؟ Who are these people? قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ The Prophet صلى الله عليه وسلم says, except those who refuse. And the companion asked the Prophet صلى الله عليه وسلم, قال من, who refuses to enter heaven, O Messenger of Allah? قال من أطاعني دخل الجنة. Then the Prophet صلى الله عليه وسلم replied, the one who obeys me, he will enter heaven. ومن عصاني فقد أبى. And the one who disobeys me is the one who refuses for him to go to heaven. فأسأل الله تعالى, we ask Allah سبحانه وتعالى, أن يرزقنا وإياكم, that make us of those طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, obeys the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. فهو نعم المولى ونعم النصير. He is the only one and he is our leader. عباد الله, servant of Allah, أذكركم بتقوى الله. I remind you to be afraid of Allah. قال الله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا. Allah سبحانه وتعالى says, O you who believe, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Be afraid of Allah and do not die except Muslims. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. O people, be afraid of your Lord and be afraid of a day. لا يجزي والد عن ولده. That no father will spare for his son. ولا مولود عن والده شيئا. And no sons can do anything for his father. إن وعد الله حق. The promise of Allah subhanahu wa ta'ala. والله العظيم إن وعد الله حق. I swear by Allah, his promise will happen. أقسم بالله أن وعد الله حق. I swear by Allah, his promise is حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. So don't let this life mislead you. ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الأخيار, الحمد لله أن شرفنا بالإسلام. My dear brothers, we thank Allah سبحانه وتعالى that honored us with Islam. وجعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. And he made us from those who are the ummah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. قبل أن أبدأ في حديث المحاضرة أو عنوان المحاضرة, before I start my conversation about today's speech, قد فقدنا اليوم, today we've lost, أخ عزيز غالي, a very dear brother.
الله العظيم إنه لحبيب إلى قلوبنا. I swear by Allah, he is so beloved to our hearts. أنا ما تعرفت عليه إلا فترة صغيرة من الزمن. I've only known him for a short period of time. لمدة شهر. Maybe about a month. ألا وهو رحمة الله عليه. And he, may Allah have mercy on him. أبا عبيدة. What's Abu Ubaidah? أبا عبيدة. والله ما نسيت أبدا في رمضان. I swear by Allah, I never forgot him in Ramadan. كل بعد صلاة التراويح. After every prayer of Taraweeh. يأتي وهو مبتسم له ابتسامة جميلة. He used to come to me and with this beautiful smile on his face. بعد أن بكى مع من بكى في رمضان في صلاة التراويح. After he cried with whom they cried all together in the Taraweeh prayer. نشيطا ما شاء الله. He was very active. نشيطا في الدعوة تبارك الله. He was very active in دعوة. تبارك الله رب العالمين. أنا أحسب يا أحباب إخوان والله حسيبه. I count him. أن تسنيم رحمة الله عليه. I count him of those that Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on. أنه كان محبا دائما للدعوة. And he is always to love to do دعوة. فأسأل الله رب العالمين. I ask Allah subhanahu wa ta'ala. رب العرش العظيم. أن يرحمه رحمة واسعة. That to have a very big mercy on him. أقول عنه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. I said to him about what the Prophet صلى الله عليه وسلم said. اذكروا محاسن موتاكم. Always talk about the good deeds of your dead people. يخبرني الأخ الآن. One of the brothers was just telling me. أنا ما كنت أريد أن أصلي بسورة الزمر الآن. I didn't want to pray and to read Surah Az-Zumar in my prayer when I was leading. وخاصة تلك الآيات التي تزلزل القلب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. And especially reading these verses that makes the heart shakes. ولكن أخ همس في أذني وأنا داخل للصلاة. أنا أعرف جيد ولكن أنسى اسمه. But a brother, which I know him very well, but I always forget his name. He told me he whispered in my ears. قال لي شيخ. He says, "Oh, Sheikh." لو سمحت أريد. اقرأ بنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. والله ما كان في خيال أنني أصلي صلاة المغرب. أنا بتلك الآيات. He says I wasn't planning to pray Maghrib prayer to lead the prayer with these verses from the Quran. فصليت وقد استشعرت بشعور وانشراح في صدري. But I prayed and I felt. وبعد الصلاة يخبرني بأمر يخص أخي تسنيم. And I felt so happy in my heart that I'm going to read these. But he told me something else after I finished the prayer. والأخ معكم واسألوه. And this brother is amongst you and you can ask him later on. قال لي يا شيخنا طلبت منك أن تصلي بتلك الآيات. He said to me, Sheikh, I've asked you to pray and to read these verses because of a reason. لأنني كنت مع تسنيم في المستشفى. Because I was with Brother Tahsin in the hospital. في الدقائق الأخيرة. At the last minutes before he passes away. فسمعت تسنيم وهو يقول. So I heard him saying. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يقول والحجة عليه. يقول سمعت تسنيم وهو يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. He said, I heard them reading these verses from the Surah Az-Zumar, which Allah subhanahu wa ta'ala says, Oh my servant, those who committed a lot of sins, do not despair from my mercy. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشمله بتلك الآية. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make them amongst those whom this verse of Quran. قولوا آمين. Say آمين all of you. اللهم ارحم رحمة واسعة يا رب العالمين. Oh Allah, have a big mercy on him. ثم أحبابي إخواني في الله حديث اليوم هذه الدقائق المعدودات. So in this few minutes in today's conversation. ما تبقى إلا خمس دقائق. Which only few minutes left, 5 minutes. ولكن الكلام يفرق. الكلام له فارق. But talk has got different differences. شتان بين أن تتحدث عن إنسان. It's different between you talking about a human. أو أن تتحدث عن عالم. Or you talk about a scholar. أو أن تتحدث عن كاتب من الكتاب. Or you talk about a writer. ربما يرتعش قلبك حينما تتحدث عن إمام الحرم.
For example, you might have your heart will start trembling if you talk about the Imam of Haram. أو عن أبي بكر أو عمر. Or if you talk about Imam Abu Bakr or Imam Umar. فكيف بك لو تكلمت عن رسول الله؟ What about if you speak about the Messenger of Allah? بل أنا اليوم لا أكلمك عن أبي بكر ولا عمر. I am not today going to speak to you about Imam Abu Bakr. بل أنا أتكلم تلك الدقائق. But I am going to speak to you in these minutes. عن الله. About Allah subhanahu wa ta'ala. الله. أتكلم عن الله ومع الله. I speak about Allah subhanahu wa ta'ala. تعالوا نتكلم عن الله. من هو الله؟ Let us all come and let's all together. من هو الله؟ Who's Allah? من هو الله؟ Who's Allah? أجيبوا. من هو الله؟ Answer me. Who's Allah? من هو الله؟ الله. الإجابة هو الله. The answer is Allah is Allah. الله هو الله. Allah is Allah. سبحانه وتعالى. Praise be to him. الحديث مع الله رب العالمين. Talk with Allah سبحانه وتعالى. مواضيعه كثيرة. There are many different subjects. بل يا أحباب الحديث عن الله ومع الله. Talk with Allah. لها أي للحديث خلق الله الخلق. For that Allah سبحانه وتعالى created the creation. أي للعبادة. For worshiping. قل قال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى says وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. I did not create ins, mankind and jinn except for worshiping me. يعبدوا من؟ To worship whom? الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. I did not create jinn, mankind and jinn except to worship me. دائما الواحد منا Always one of us يتطلع أن يتكلم مع من هو أعلى منه. Always would like to talk to somebody who's higher than him. أعلى منه وظيفة. Maybe higher than him in his work. أو مالا. Or by money. ويكون سعيدا. He will be very happy. سبحان الله رب العالمين. يا أخي أنا أدلك حبيبي وأخي في الله. My dear brother in Allah. عن واحد تتحدث معه. I will guide you to someone whom when you talk to him فيفرج كربك that he will ease your hardship ويعطيك فوق ما تتمنى and he will give you more than what you wish for ألا وهو الله رب العالمين and this one is Allah سبحانه وتعالى نعم أيها الأحباب فلو اقتطعنا حديثا من أحاديث رسول الله so if we take one of the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وهو يقول صلى الله عليه وسلم عن الحديث in that hadith, وعن الكلام عن الله and he talks about Allah, وعن ذكر الله and about remembering Allah. اسمع جاء جماعة من المهاجرين من الفقراء a group of the poor مهاجرين they came من الفقراء ولكن معهم أمر قد شغلهم but they had a problem معهم مشكلة Some they had a problem which was making their minds busy. دخلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. They entered on the Prophet صلى الله عليه وسلم. وقد ظهرت علامات الغضب. And you could see on their faces that they are angry. على وجوههم. You could see anger on their faces. فقالوا يا رسول الله. They said, O Messenger of Allah. ذهب أهل الدثور. الدثور وهم الأغنياء. The people, the rich people are gone. أهل الغنى. ذهبوا بالأجور. They took all the rewards. قد حصلوا على جميع الأجور يا رسول الله. They got all the rewards. The people, the rich people, they took all the rewards. فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم. So the Prophet صلى الله عليه وسلم heard them. إليهم. Listen to them very carefully. قالوا يا رسول الله. They said, O Messenger of Allah. يصلون كما نصلي. They pray like we pray. ويحجون كما نحج. They do pilgrimage. They go to Hajj like we do. ويصومون كما نصوم. They fast like we fast. ولكن المشكلة. But the problem is. أن لهم أموال. They have plenty money. أن لهم أموال. They have money. ينفقونها في سبيلك. They spend it in the way of. وفي سبيل الله رب العالمين. And they spend it on you and on Allah سبحانه. اسمع إلى البشرة. Allah سبحانه وتعالى. اسمع إلى البشرة من رسول الله. The good news of the Prophet صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. The Prophet صلى الله عليه وسلم said to them. ألا أدلكم؟ Shall I show you? على عمل إذا ما عملتموه. Shall I tell you about a work? If you do that work, أدركتم من كان قبلكم. You will reach those whom gone before you. وسبقتم من كان بعدكم. And you will go ahead of those who come after you. ولا يستطيع أحد أن يلحق بكم. And no one can catch you. إلا أن يصنع مثل ما صنعتم.
except if he does exactly what you do. قالوا بلى يا رسول الله. They said yes, O Messenger of Allah. Tell us. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. The Prophet صلى الله عليه وسلم said. سبحوا الله رب العالمين. Do تسبيحات. بعد صلاة أي بعد الصلاة المفروضة. After each fard prayer. سبحوا 33. Do تسبيحات which is Subhanallah 33 times. واحمدوا الله 33. And thank Allah which is الحمد الحمد لله 33 times. وكبروا الله 33. And say الله أكبر 33 times. فخرج المهاجرون من عند رسول الله. So all the مهاجرين they come out from the. والسعادة. صلى الله عليه وسلم was and they were so happy. ثم بعد يوم أو يومين. Then after a couple of days. عادوا إلى رسول الله. They came back again to the Messenger of Allah. فسألهم النبي. The Prophet صلى الله عليه وسلم asked them. لماذا أتيتم؟ Why did you come back again? ماذا حدث؟ What happened? قالوا يا رسول الله. They said, O Messenger of Allah. بعد الصلاة على رسول الله. After you all say salawat on the Prophet صلى الله عليه وسلم. صلى رسول الله. أنتم جوعى؟ Are you hungry? ثم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على رسول الله. دائما وأنا في القاهرة always when I'm in Egypt كنت أقول لهم هم يسيئون إلى النبي ونحن نصلي على النبي. I always used to say they always do things bad for the Prophet صلى الله عليه وسلم and we always do salawat on him. قالوا يا رسول الله. They said, O Messenger of Allah. لا إله إلا الله. قالوا يا رسول الله. لا والله إنها لقليلة. No, that's too little. قالوا يا رسول الله. ما شاء الله. سبحان الله رب العالمين. والله يا أحبابي إخواني في الله. I swear by Allah, my dear brothers. هم يتهمون أتباع النبي. They always accuse the followers of the Messenger of Allah. بأنهم لا يضحكون. That they never laugh. ولا يتبسمون. And they never smile. هذا الكلام حق؟ Is this true? طب لماذا لم تتبسم؟ So why don't you smile? صلى الله وسلم على رسول الله. قالوا يا رسول الله إن إخواننا. So they said, O Messenger of Allah, our brothers, the rich ones. قد سمعوا بما قلت لنا يا رسول الله. They heard of what you said to us. فما كان منهم. So what they have done? إلا وأنهم صنعوا مثل ما صنع. They are doing exactly what we are doing as well. قال النبي صلى الله عليه وسلم. The Prophet صلى الله عليه وسلم then said. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. This is فضل of Allah سبحانه وتعالى. He gives it to whomever He wills. حبيبي وأخي في الله. My dear brother in Allah. اجعل لك ساعة في اليوم. Make for yourself 1 hour in a day. تترك الزوجة. Leave your wife. وتترك المال. And your money. والأولاد. And children. وتقفل على غرفتك عليك lock نفسك. Your room and lock yourself. وتحدث مع الله. And talk to Allah. احكي له حكايتك. Tell him your story. قل له يا رب. Tell him, oh my Lord. أنا عبدك. I am your servant. أنت خلقتني. You created me. أنا أزنفت. I made sin. يا ربي أنا آسف. My Lord, I am sorry. قل له أنا آسف. Say to him, I am sorry. تكلم معه. Talk to him. احكي معه حكاياتك. Tell him your stories. أنا أقول لك. With you. احكي معه معاصيك. Tell him all your bad deeds, whatever you've done, your wrongdoings. Tell him. أقسم بالله العظيم. I swear by Allah. سوف يسترك. He will cover you. ويغفر لك. And he will forgive you. ويعافيك. And he will give you help. أتدري لماذا؟ Do you know why? لماذا؟ Do you know why? لماذا؟ Why? لأنه هو الله. Because he's Allah. لأنه هو الله. Because he's Allah. يحب أن يسمعك. He loved to hear from you. ويحب منك أن تتكلم معه. سبحان الله. من نحن؟ You to talk to him. من نحن حتى الله تبارك وتعالى يحب أن نتحدث معه. Who are we for Allah سبحانه وتعالى to love for us to talk to him? من أنت؟ Who are you? من أنت حتى تحظى بشرف الحديث مع الله رب العالمين؟ Who are you to be honored to such a high status? ومع to speak to Allah. ومع ذلك. And all with all that. يحب أن يسمع صوتك. Allah سبحانه وتعالى loves to hear your voice. يحب أن يسمع صوتك عم الشيخ. He loves to hear your voice. Yes, he loves to hear your voice. الدليل. Where is the proof? الدليل. Where is the proof? يقول النبي صلى الله عليه وسلم. The Prophet صلى الله عليه وسلم says. إن الله يحب العبد اللحوح. Allah subhanahu wa ta'ala loves the servant who always asks too much. من لحوح؟ What is لحوح؟ يتكلم مع الله. It's the one who always asks. He keeps asking. أعطني. يقول له أعطني. الآن. الآن. Give me now. الآن. 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 Give me. ملح. He always insists.
نعم يا أحبابي إخواني في الله والله لن تخرج من مكانك I swear by Allah you will not go out from your place إلا وقضى الله حاجتك And Allah سبحانه وتعالى وأختم كلامي given everything what you wanted وأختم كلامي And I end my speech بقصة الرجل الذي كان في بني إسرائيل about the story he was from بنو إسرائيل حينما خرج موسى عليه السلام when Musa عليه السلام came out مع قومه with his people في طلب السقيا In order to والاستسقاء ask, in order to ask for water, to فخرج موسى عليه السلام so موسى عليه السلام came out ومعه and it was with him بنو إسرائيل all بنو إسرائيل فلما وقفوا then when they stand في الصحراء in the desert ورفعت الأيدي إلى الله رب العالمين and all the hands were raised to Allah سبحانه وأخذ موسى يدعو الله رب العالمين and موسى عليه السلام started supplicating and asking Allah سبحانه فما استجاب الله لموسى Allah سبحانه وتعالى did not فإذا بربي في عليائه then Allah subhanahu wa ta'ala in the seventh sky قال لموسى عليه السلام told Musa عليه السلام إن فيكم عاصي في يا موسى there is one man amongst you who disobeys me فما كان من موسى إلا أن نادى في بني إسرائيل موسى عليه السلام he called all the بني إسرائيل وأخذ يقول and he said to them يا من أنت تعصي الله oh you are the one who disobeys Allah أخرج من بيننا Come out and leave from amongst us. أخرج من بيننا. Come out from amongst us. قد منعنا المطر بسببك. All the rain stopped because of you. وكان من بينهم فعلا رجل. And there was really amongst them a man. كان مصرا على المعاصي. Who was always insist on his wrongdoing, on his bad deeds. فما كان من هذا الرجل. So what happened to that man? إلا وأنه وهو واقف. While he was standing. يضع رأسه. في جلبابه أي في ثوبه he put his head in his clothes ثم يتكلم بكلام ما سمعه أحد and he said speech and talk and started talking saying things which nobody heard ما سمعه أحد إلا واحد no one could hear him apart from one من هو الواحد and who's this one who could hear him من هو الله فقال هذا العبد this servant said يا رب my lord انظر إلى الحديث مع الله. Look at the conversation with Allah سبحانه وتعالى. يا رب. My Lord. لئن خرجت. If I come out now. لافتضح أمري. Everybody knows about me. وأحرفني الناس. ابن تيمية له كلمة جميلة جدا رحمة الله عليه. ابن تيمية may Allah be pleased with him. He said he's got a very nice speech about this. سئل في الصباح. He was asked a question in the morning. كيف أصبحت يا شيخ؟ How did you wake up this morning? قال أصبحت في نعمتين. He says I woke up in two bounties. النعمة الأولى. First bounty. نعمة ستر الله علي. The bounty of cover of Allah سبحانه وتعالى on me. المعاصي التي فعلتها بالليل ما فضحني ربي تبارك وتعالى. All the bad deeds that I committed last night, Allah سبحانه وتعالى did not let anybody know about. والنعمة الثانية. And the second bounty. نعمة محبة الخلق إلي. It's the bounty of the love of the creation. قال العبد العاصي. So that servant who was disobeying Allah said. يا ربي لئن خرجت سوف يفتضح أمري. If I would come out, everybody will know about me. فالآن أعاهدك. I give you promise, my Lord, now. وأتوب إليك. And I repent to you now. هو يتكلم مع من؟ With whom he is speaking. أعاهدك ألا أعود. He says, "I promise, oh Allah, I will never go back on this sin again." وما هو أن انتهى من الكلام مع الله. As soon as his talk finished with Allah. بدون دعوة من موسى عليه السلام. Without any supplication. وإذا بالمطر. عليه السلام. All the rain started coming down. قال موسى يا رب. موسى said, "My Lord." لقد أنزلت إلينا المطر وما أخرج واحد منا. The rain came down and no one came out amongst us. قال يا موسى. He says, "Oh Musa." لقد أعطيتكم. I gave you. بالذي منعتكم. I gave you this rain by the one who I originally stopped. يا موسى أنا أنزلت المطر. Oh Musa, I sent the rain. بسبب الرجل الذي كان عاصي فتاب إلي. Because of that man, the sinner. فقال موسى. Because he repented to me. قال موسى يا رب. And Musa said, "My Lord." أرني إياه. Show him to me. من هو? Show him to me which one of them. هذا? Is he this one? ذاك? Is he that one? هذا? Or maybe is he this one? أريني إياه يا رب. Show him to me, my Lord. قال يا موسى. Allah سبحانه وتعالى says, Oh Musa. لقد سطرته وهو عاصي. I covered him while he was committing sins. While he was a sinner. فكيف أفضحه وقد تاب إليه?
how I'm gonna make everybody, how I'm gonna make anybody to know about him while he's repenting to me. هذا شيء من الحديث عن الله رب العالمين وسامحوني ضيق الوقت. This is a little bit talk about Allah subhanahu wa ta'ala and forgive me for the short time. ويسامحني أخي عظيم على أننا هو حدد لنا ربع ساعة ونحن الحمد لله تجاوزنا الحمد لله. But he told us it's going to be only 15 minutes and we are accessed. وهذا من فضل الله علينا إن شاء الله. And that's the فضل of Allah سبحانه وتعالى on us. لي وصية واحدة في كلمات. I've only got one more request from you in a few words. تشرف أنك مسلم. Always be honored and be honored and proud of yourself that you are a Muslim. أنت غالي على الله. You are very, very, very valuable to Allah سبحانه وتعالى. أنت اختارك الله. Allah سبحانه وتعالى chosen you. لتقول لا إله إلا الله. In order to say لا إله إلا الله. فعش لي لا إله إلا الله. So live for لا إله إلا الله. عش ليها. Live for it. وموت عليها. And die on لا إله إلا الله. والله العظيم الدنيا صغيرة جدا. I swear by Allah this life is very, very small. أقسم بالله الدنيا وما فيها لا تساوي شيء. I swear by Allah this life, this dunya, entire dunya is got no value at all. لأن يا أحبابي إخواني في الله النعيم الأبدي في مكانين اثنين. The eternity bounty is only in two places. إما في الجنة مع رسول الله. Either it's in the heaven with the Prophet صلى الله عليه وسلم. وإما في النار والعياذ بالله. Or you will not get that and you will be in the hellfire. That's the eternity only in two places. فأنتم مستعدون إن شاء الله؟ Are you ready إن شاء الله؟ أنتم خايفين؟ Are you scared? مستعدون إن شاء الله؟ Are you all ready إن شاء الله؟ أننا نكون عبيدا لله رب العالمين. That we all gonna be servant to Allah سبحانه وتعالى. والله العظيم تشرفت بلقياكم. I am very honored to meet you all. وتمتعت برؤياكم. And I really enjoyed looking at you. وجمعني الله وإياكم. And may Allah gather us all together. مع رسول الله. With the Prophet صلى الله عليه وسلم. في الفردوس الأعلى. In the فردوس الأعلى. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.